دلوقتي هناخد حضراتكم في زيارة إلى محافظة الإسكندرية. هناك هنشارك في افتتاح واحد من أهم فروع البنك الزراعي المصري، الفرع في قلب محافظة الإسكندرية، وطبعاً ده ليه مغزى وهدف. خليكم معنا. في قلب محافظة إسكندرية افتتح البنك الزراعي المصري أحدث فروعه، قصر مهيب تحول لفرع يليق بتاريخ البنك الممتد لأكثر من 90 سنة. وطبعاً الحكاية مش مجرد افتتاح فرع جديد في مبنى قديم وحدثناه، الحكاية خطة شاملة لمضاعفة عدد فروع البنك وتدريب العنصر البشري وتقديم الخدمات المصرفية المتميزة للمستثمر وللمواطن العادي، ومحاكاة تجارب عالمية لبنوك زراعية بقت ليها أزرع بتمول كل الأنشطة وبقوة، زي رابو بنك الهولندي وكريدي أجريكول الفرنسي، والدور على الزراعي المصري. خطة بتلتزم التزام كامل بتكلفات السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بتطبيق مفهوم الشمول المالي والوصول به لكل مواطن في كرة مصر وتوابعها، مش بس المدن الكبرى والحضر. يعني نقدر بسهولة جدا كمواطنين نوفر احتياجاتنا في إطار مجتمع لا نقدي وبيعتمد على خدمات مالية مناسبة لكل مواطن مهما كان دخله. الاحتفال كان رائع فعلا بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والسيد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وكان اللافت للأنظار الحضور القوي لشباب المصرفيين اللي نجح البنك الزراعي المصري في اختيارهم وتعيينهم، وعددهم 3000 موظف من الشباب والبنات اللي زي الورد، وخصوصا انهم اكتسبوا مهارات مصرفية هايلة ويعتبروا دماء جديدة بتضخ في شرايين البنك الزراعي المصري. تعالوا في الأول نطمن على محافظة الإسكندرية، جميلة جميلات مدن البحر المتوسط، ده خلال لقائنا مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. ركزوا معاه. توجهنا النهاردة لخدمة ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دي تكلفات رئاسية. الحقيقة النهاردة كان في لقاء مطول بينه وبين الأستاذ علاء فاروق، وشرح في التطور والتطورات اللي تمت على البنك لخدمة أهلنا البسطاء ولخدمة الشباب. بيديله قرض بفائدة مخفضة جدا، إذا نجح بيكمله القرض مرة تانية ويزوده مبلغ معين، ثم يزوده مرة ثالثة لدفع الشباب والفتيات للعمل في هذه المشروعات. هنعرض خطتنا وخطة المحافظة في تمكين هؤلاء الشباب من هذا العمل ومن التعامل مع البنك الزراعي بضمانات على المحافظة نفسها عشان نطمن شبابنا. وإحنا اللي هنختار وفق كلام المسؤولين على البنك، إحنا كمحافظة هنختار الشباب اللي يشتغل مع البنك وندفع به، وممكن نختار له الصناعات اللي هو محتاجها أو الصناعات السهلة بالنسبة لي. يعني هنكون شريك لي في الرؤية والفكر واختيار المشروع اللي يتم خلال الفترة القادمة. رواد الأعمال وأصحاب الأفكار دايما ببتايه، مش عارف مين اللي يساعده، يجي لمين في المحافظة فن؟ أولا احنا عندنا مكتب خدمة المواطنين موجود، عندي العلاقات العامة فيها ناس على قدر كبير جدا من الكفاءة مستعدين نساعد كل شاب يلجأ لنا. الخطوط الساخنة للمحافظة معلنة على الصفحة الرسمية، كلنا متواجدين لخدمة أولادنا وبناتنا. وعاوز أقول واللي يجد أي باب موصد المحافظ موجود. سيادة المحافظ، حضرتك النهاردة اتكلمت في موضوع شديد الأهمية، قلت أي أصول أو أراضي متاحة للبنك الزراعي داخل محافظة الإسكندرية، هنفكر مع بعض إزاي ممكن نستثمرها لصالح المحافظة، لصالح أصحاب المشروعات، لصالح البنك. الفكرة اتبلورت إزاي؟ خليني أقول لك، النهاردة أنا فوجئت في الحديث أن لدى البنك الزراعي المصري أصول من أراضي، مواقع أراضي مختلفة في مدينة اسكندرية ومحافظة اسكندرية، رغم أن أنا عندي مدينة اسكندرية يعني مكتظة. فاقترحت عليه أن إحنا أي مشروعات لصالح شعب اسكندرية ولصالح شباب اسكندرية أنا مستعد لدعمه فيها بالتراخيص، بالبناء، بالإنشاءات، أيسر له كل الأمور كلها. حياة كريمة، ده مشروع دولة كلنا بنحلم بيه،
ماذا تحقق في كرة محافظة الإسكندرية؟ لا، اللي تحقق كتير جدا. كان من حسن الاختيار ان احنا اختار ثلاث قرى كبيرة في برج العرب، قرى عشوائية ما فيهاش اي نوع من انواع الخدمات والمرافق، مش عشان الدولة قصرت، لا، عشان الناس دي راحت في هذه المناطق العشوائية والصحراوية وسكنت فيها دون تنظيم، والكلام ده من 40-50 سنة. تعال شوف القرى، وياريت زيارة قريبا كده تشوف عمليات الرصف والصرف الصحي والمية والكهرباء. الناس مش مصدقة، خدمنا مئات الآلاف من الأسر موجودة كانت على هامش الحياة. دلوقتي هنقابل السيد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، واللي هيكلمنا عن الهدف والرسالة والمغزى من افتتاح فرع جديد تاريخي في قلب محافظة اسكندرية، وكمان خطة الفروع وتدريب الموظفين والأنشطة المستهدفة في التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. فرع من الفروع العظيمة في الأسكندرية، مكان عتيق جدا يثبت عراقة البنك الزراعي المصري. احنا عمرنا النهاردة تجاوز 90 سنة في قلب اسكندرية. احنا لينا رسالة، ايه هي؟ زي ما احنا بنك الفلاح، فاحنا بنك كل المصريين. زي ما انت عارف ان احنا منتشرين على مستوى جميع محافظات مصر، وبالتالي كل محافظة ليها طبيعة خاصة. احنا استراتيجيتنا كانت واضحة من اول يوم اشتغلنا فيه في البنك الزراعي. الهدف بتاعنا ان احنا نكون واحد من اكبر 5 بنوك موجودة في جمهورية مصر العربية، وبالتالي يبقى انا لازم اهتم بزراعة، اهتم بالصناعة، اهتم بالتصنيع الزراعي، اهتم بالتصنيع عموما ان جنرال، والسياحة، اهتم بالخدمات، بالخدمات بكافة انواعها، سياحة وخلافه من كل الخدمات اللي بتقدم. فبالتالي احنا جاهزين، ودايما بنقول احنا جاهزين جميع الانشطة قبل ان احنا نموال. انا وانا داخل النهاردة بتفرج على الفرع، انا شايف مستثمرين اسكندرانية طبعا من مزبوط. جميع القطاعات والانشطة. في اللحظة دي حسيت ان الرسالة وصلت، ده معناه ان كل الناس فهمت ان احنا مش بنك زراعي فقط، احنا بنك لخدمة كل المصريين. مظبوط. تقييم هذه البنوك العالمية لتجربتنا النهاردة، مش مجرد زراعة، احنا بندعم جميع الانشطة، شايفيننا ازاي؟ رابو بنك، احنا كلنا تجربة مع رابو بنك 3 مرات قبل كده في تطوير البنك الزراعي. احنا فعلا استفدنا من رابو بنك في فترة ما، وابتدينا احنا نضيف بقى بالصبغة بتاعتنا احنا كمصريين. ابتدينا نعيد هيكلة البنك، ابتدينا نجيب كفاءات تقدر تواكب تعليمات البنك المركزي. الحمد لله كلنا طالعين من بنوك وطنية وبنوك مالتي ناشونال، فعارفين احنا عايزين ايه، وعارفين البنك المركزي عايز ايه، وعارفين الامل اللي حطه في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الزراعة والصناعة والتصدير المطلوب مننا ايه. معالي محافظ البنك المركزي طارق عامر بيقدم لنا دعم كامل علشان ننهض بالبنك دوت. احنا زي ما قلت لك في ثورة في كل حاجة في مصر، احنا جزء من مبادرة حياة كريمة. يمكن في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات والنهضة اللي احنا شايفينها ما شفناهاش على مدار عمرنا. انا كنت في زيارة في محافظة المنيا لمصانع القناة للسكر، $1 مليار استثمارات. مظبوط. اول مرة اسمع ان البنك الزراعي احد الممولين. اكيد يعني دخل طبعا في تحالف قوي مع البنك الاهلي وعشر بنوك وطنية وعالمية لتمويل هذا الصرح. بس انا بقى هنا بنسمع الكلام في القناة للسكر بمول مرتين، بمول المزارع الصغير. صحيح. عشان بنك زراعي وبعمل زراعات سكر. بالظبط كده، وبعمل زراعات تعاقدية مع المصنع بتاع سكر اللي موجود في المنيا، وفي نفس الوقت دخلت في السندكيشن بتاع البنك الاهلي. دورنا ان احنا نشتغل على كافه طبقات المجتمع، دورنا ان احنا نكبر التصنيع. دايما بنقول ايه، التصنيع هو املنا، التصدير هو املنا. دلوقتي الزراعه والقيمه المضافه اللي احنا بنحطها للزراعه هتكون من خلال التصنيع. عايزين نوضح حاجه كده، كحراك احد المصرفين الكبار في مصر، يعني التعليمات واضحه من المكان المركزي، اي خامات لخدمه الصناعه يتم استيرادها. والزراعه مظبوط. معدات او خطوط الانتاج شغالين برضو فيها، يعني مفيش اي مشاكل في خطوط الانتاج او الخامات. انا ما وقفش عندي اي اعتماد على مدار الفتره اللي فاتت ديت على مستوى جميع العملاء اللي عندي. خطتنا في الفروع النهارده في اسكندريه، امبارح كنا في البحيره، قبلها كنا في الوادي الجديد. راك بتجري. بص، فقد الشيء لا يعطيه. انا ما تعودتش اشتغل من المكتب، انا تعودت اشتغل في وسط موظفيني، في وسط العملاء بتوعي، اعرف ايه مشاكلهم، اقعد مع المستثمرين احل مشاكلهم. وفي نفس الوقت خطتنا في الفروع ان احنا نطور كل فروع البنك الزراعي المصري. عندنا اكتر من 650 فرع حاليا تحت التطوير، استلمنا منهم حوالي 140 فرع، هيوصلوا ل 160 فرع في خلال يعني في 20 فرع هيضافوا في خلال الشهر القادم ان شاء الله. مع نهايه 31/12 هذا العام هيكون عندنا من 400-420 فرع مطورين زي ما حضرتك شايف كده على احدث تقنيات. بس التطوير مش هو تطوير مبنى وبس، لا، هو التطوير بيكون في الموظف نفسه. الاستثمار الحقيقي هو ان انا استثمر في الموظف، اعلمه الاعراف المصرفيه، خدمه العملاء،
ازاي يدي يستقبلني وانا جاي مكروب ونفسي حد يدعمني بالظبط. يمكن الحمد لله احنا غيرنا في خلال السنتين الماضيين دول او العامين الماضيين الصوره الذهنيه اللي كانت موجوده عن البنك الزراعي المصري، وبقى اعتقد ان هو بنك لكل المصريين. السيد سامي صادق هو نائب رئيس البنك الزراعي المصري، وهو من الكفاءات المصرفية المصرية النادرة، وهيشرح أسباب الاهتمام بتمويل المشروعات في اسكندرية. هسه حضرتك سؤال ممكن يتبادر لذهن أي مواطن في محافظة اسكندرية، هو البنك الزراعي بيعمل إيه عندنا هنا؟ إحنا مدينة وعاصمة ولسنا قطاع زراعي، خد بالك الزراعة على أطراف محافظة اسكندرية. السؤال الطبيعي هو إزاي البنك الزراعي ما كانش له مقر لائق في الاسكندريه؟ تمام، ده كان تقصير منا كلنا. اسكندريه ما كانش فيها مبنى يليق بالشركات الكبيره ورؤوس الاموال الكبيره المستثمره في القطاع الزراعي في اسكندريه. محافظتنا النهارده بالمشروعات وخطتنا لزيادتها، عايز اعرف احنا عندنا مبادره عظيمه جدا، البنك المركزي، البنك الزراعي المصري بيشارك بقوه لدعم المشروعات الصغيره المتوسطه والمتناهيه السرعه، خطتنا النهارده ايه؟ احنا الحقيقه كان من سنه تقريبا، السنه الماليه اللي فاتت احنا كنا 36 مليار جنيه، احنا النهارده بنتخطى 62، بنستهدف على اخر السنه 85 مليار جنيه ان شاء الله. طب حضرتك المواطن العادي جدا في محافظه اسكندريه لما يجي يدخل هنا كل الخدمات اللي بيحتاجها من اي بنك موجوده في بنك الزراعي؟ بالتاكيد كل الخدمات اللي بيلاقيها في اي بنك سواء كانت خدمات او مزايا ماليه او منتجات مصرفيه موجوده بالتاكيد في البنك الزراعي المصري، بل هقول انها اكتر من بنوك كتيره موجوده في السوق المصرفي. النهاردة أنا ببقى جاي البنك ببحث عن تمويل لمشروعي، إيه الجديد اللي عملناه عشان نسهل حصول صاحب المشروع على التمويل؟ هل في تيسيرات؟ هل فكرنا إن احنا نشيل حاجات من الأعباء اللي ممكن تبقى عليه عشان ياخد قرض؟ بالتأكيد أنا برضه أكيد ده شاغلنا كتير قوي في كل اجتماعاتنا، وشاغل عميل البنك الزراعي بصفة خاصة، لأن ده في السنوات اللي فاتت كان دايما بيشتكي من كم الأوراق والمسندات المطلوبة منه، كم الأوراق اللي بيوقع عليها. أنا مرة عملت صفحة كاملة في الأهرام عن كراسة البنك الزراعي، الكراسة دي تم إلغائها بالكامل، لما إلغائها بالكامل وبقت على الكمبيوتر مالت يعني بيعلم عليها الموظف ده موجود ده مش موجود، الدنيا اتغيرت كتير. وارد جدا النهاردة، أنا كنا امبارح على فكرة بنزور عميل أنا والأستاذ علاء في وادي النطر، العميل كانت دراسته بقى لها كام يوم في المنوفية، الموافقة بتاعته طلعت النهاردة ما كملتش أسبوع. أستاذ سامي، محافظة اسكندرية تحديدا بتتميز بمشروعات الإنتاج الحيواني، ايه المبادره اللي ممكن نعملها لمحافظه فيها اكبر مشروعات في هذا القطاع تحديدا؟ انا بقول ان اسكندريه والبحيره بيمثلوا نسبه لا يستهان بها من هذا السوق في مصر، وخاصه ان هذا الملف تحت عين وبصر البنك المركزي، تحت عين وبصر القياده السياسيه، بدليل ان في 10 مليار جنيه دلوقتي مخصصاها الدوله من خلال البنك المركزي لبغرض تحسين السلالات في مصر سواء كانت في مجال الالبان او اللحوم. او اللحوم صحيح، أصبح علي زي ما علينا كبنك زراعي، إحنا يعني إحنا منوط بينا بصفة أساسية هذا الملف، إن إحنا نحسن استغلال هذه الأموال. فبالتالي إحنا بنعمل لقاءات مع المتخصصين ومع الجهات المعنية عشان هذا المبلغ يوجه صح، في توجه دلوقتي إن يبقى يستلم رؤوس فعلا، رؤوس محسنة وراثيا سواء في مجال الألبان أو في مجال التحول اللحوم. دلوقتي هنقابل السيد هشام نجم رئيس مجموعة مخاطر الائتمان في البنك الزراعي المصري، عايزين نفهم تصنيف المخاطر للمشروعات في محافظة اسكندرية. النهاردة في اجتماعات حضراتكم مع السيد محافظ الاسكندرية، احنا طبعا فاهمين ان في تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروع مستقبل مصر بالتوسع في انشاء الاسواق. طبعا هو قال انا عايز الاسواق دي طبعا تبقى على مستوى الجمهورية. طبعا والمحافظ طلب الاسواق دي، هنعمل ايه لمساعدته في نشر هذه الاسواق؟ الاسواق اللي احنا شفناها الاداره الهندسيه لقوات المسلحه عامله حاجه تفرح، لا احنا جاهزين يا فندم ليها. انا ممكن امول راس المال العامل للتاجر اللي عايز يشتغل، تاجر سواء كان تاجر خضار تاجر فاكهه في صناعات، عايز يجيب من المزارع، ما هو يجيب مزارع ما عباره عن محاصيل او اي منتج محتاجه المواطن المصري، انا اجيبه امول له ده وهمول المزارع، المزارع ب 5% وهمول التاجر اللي هو هيشتري منه، وصاحب المصنع اذا كان بيصنع بديله حجم حسب حجمه حسب حجم مبيعاته، هل بياخد على 5% او في 8%؟ تمام متفقين. لكن التاجر لا، التاجر ده انا بشتغل بكيريدور عادي معاه، ده كل معروف. لانه ده راجل بروكر يشتغل صحيح. ويبيع ويشتري ويبيع، لكن احنا بندعم السلسله من الاول اللي هو طبعا. المنتج طبعا ايا كان نوع المنتج بتاعه، ايا كان نوع المنتج بتاعه ما عندناش مشكله، احنا ما عندناش مشكله في التمويل، لان احنا دلوقتي خلاص عدينا المرحله ان انا اقول لك انا البنك الزراعي اصلا انا بشتغل في حاجه، لا يا فندم احنا بنشتغل في كله. البنك الزراعي آلاف العمالة والموظفين، احنا خبرات وكفاءات كبيرة جدا
جينا عشان ننهض بهذا البنك. طبعا. الخبرات بننقلها ازاي؟ احنا رصدين ميزانية كبيرة جدا للتدريب، وانا بتكلم على الناس بتاعت الائتمان، بتاعت الريسك، بتاعت المتابعة. احنا بنديهم كريدت ريسك بنشتغل عليه، الكريدت بيشتغل عليه كويس جدا، بالتالي احنا بنشتغل معاهم تدريب عالي باحترافيه بما يتناسب مع المكان اللي هو شغال فيه. يعني بمعنى صح ايه، الراجل عندي انا هنا حسب السلطه الائتمانيه مثلا انا مدي المناطق في 25 مليون، فبالتالي انا بشتغل مع المشروعات الصغيره هنا والمتوسطه ممكن لغير المركز الرئيسي. فبالتالي كورسات اللي احنا كريدت كورس اللي احنا بنديه للموظفين حسب المستوى الوظيفي مش حسب المكان. يعني انا ما اقدرش اخد واحد بيمنح في جزئيه صغيره المشروعات صغيره واقول له لا انا هشغلك لاش كوربت او هديك كريدت كورس لاش كوربت، لا انا بديله المناسب ليه علشان أنهض أقوم. من الجنود المجهولة في البنك الزراعي المصري السيد محمد إيهاب نائب رئيس البنك الزراعي المصري للعمليات، وهيكلمنا عن خطة الانتشار للبنك في كل محافظات مصر. لما أكلم مع حضرتك يبقى لازم أتكلم عن خطة الانتشار، دي أحد المسؤوليات الجسيمة اللي حضرتك بتقوم بيها. حقيقي خطة الانتشار معناها خطة التواجد في كل مكان، معناها خطة التواجد بمكان الـ ATM، خطة البي او اس اللي هي نقاط البيع، خطة كبيرة جدا للانتشار. أسس وقواعد هذه الخطة، يعني لو بدأنا بالبنك الزراعي هو أكبر بنك في مصر عنده فوق 1100 فرع، احنا منتشرين وقدامنا خطة في خلال 3 سنين لازم نزيد 1000 فرع تاني، داخلين في خطة تطوير 680 فرع ملكية للبنك. على آخر السنة دي هنكون استلمنا 450 فرع مطور بشكل البنك الجديد. لازم نخلي شكل البنك يقبله العميل، ولازم احترم العميل بتاع البنك الزراعي. فده بالنسبة للمباني، في بنية تحتية كبيرة فوق حضرتك ما تخيل، احنا صارفين عليها فوق 4 مليار جنيه بنية تحتية، يعني غرفة حاسب آلي ضخمة في المركز الرئيسي، وبنطور بقى في فروع البنك كل الفروع اللي يمكن اننا ندخل لها فايبر. الفايبر ده بيصلع الداتا، ما يجيش العميل واقف قدام التلر او الصراف ويلاقي نفسه قدامه نص ساعه عشان الخط يرد عليه، عشان نوصل لمرحله العميل ما يقفش 3 دقائق يقضي الغرض بتاعه في الفرع من على الشباك وهيلاقي نفسه بسرعه فوق الخيال انه يلبى طلبه. دي خطه التطوير. المرحله اللي بعدها هبدا ادور على لوكيشن، هدخل القرى اللي فيها عدد سكان كبير وهدخل مع حياة كريمة وهيبقى لي فروع في الأماكن دي. أنا على فكرة السنة اللي فاتت البنك الزراعي وده أول بنك في مصر يركب 1100 مكنة ATM، حضرتك الناس كانت بتبقى فرحانة وبيزغرطوا في البلد. ليه؟ لأنهم كلهم معهم بطاقات، سواء بطاقات الحكومة بطاقات البنوك الأخرى، علشان يصرف يضطر ينزل ياخد توك توك أو ياخد مواصلة رايح جاي يدفع له فيها 70-80 جنيه. انا النهارده وصلت له الاي تي ام لغايه عنده، وفرتهم في جيبه، وفر كل الكلام ده ولقى الاي تي ام بيصرف منها وهو في مكانه وهو في قريته. البوينت اوف سيل او نقاط البيع الالكترونيه احنا النهارده طلبنا 10,000 وهنبدا نركبهم عند التجار والجمعيات والقرى اللي في مصر. كل واحد تاجر بيبيع اي سلعه بدانا عاملين حسابنا اننا نغذي مصر كلها بالمكان ده. خطة الانتشار مهمة للبنك الزراعي المصري وبتتنفذ بدقة مع ربط جميع الفروع وتيسير خدماتها، وهو فعلا مرشح يبقى من أكبر 5 بنوك عاملة في مصر، وده حقه. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يرصد نجاح مهندسة البترول الشابة أمنية سمير في إنشاء مزرعة لتربية العجول المستوردة في محافظة دمياط بطاقة 220 رأس من أرقى السلالات في العالم كالأنجوس والبراون والسمنتال، وتوريد اللحوم الحية والمذبوحة لعدة محافظات.